السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا شباب. اليوم نزلت لكم بمقطع جديد، مقطع اسطوري، مقطع يا جماعة الخير. راح نحرق السوبر ماركت الجديد وراح نفتح صناديق وباكيجات اسلحة اسطورية، وايضا يا شباب راح نجيب اغلى سكين في الحاضنة اللي هو هذا البنفسجي. المهم اصدقاء كما تلاحظون لساتي ما شاحن جواهر، هذا عرض الشحن يا اصدقاء. المهم راح نروح وراح نشحن جواهر وراح نجيب هذه، وايضا راح ناخذ بطاقات من السوبر ماركت. خلونا اول شيء نروح ونشوف السوبر ماركت. اوكي راح نروح لهون، هذا هو، نضغط على انتقل الى، كما تلاحظون اصدقاء هذا هو السوبر ماركت يعني نزل اليوم. خلونا اول شيء راح ناخذ دينو، وايضا راح ناخذ ال 15 بطاقه عشان نجيب السكين الاغلى في الحاضنه، واظن راح اخذ ال 10 صناديق تبع الاسكار، ما اعرف يعني اخذ صناديق الاسكار او اخذ بطاقه تغيير الاسم صراحه اصدقاء، ما اعرف. المهم اظن اني راح اجيب صناديق الاسكار لانهم افضل طبعا، بما انه يعني تخفيض 80%، خلونا نستغل التخفيض وناخذ ال 10 صناديق تبع الاسكار. المهم اصدقائي خلونا الان نطلع ونروح يعني عشان نشحن هذا الصندوق. اول شيء كما تلاحظون يا شباب هذا هو الصندوق، طلع لي اليوم فيه 300 جوهره وفيه هذا النظارات. المهم اصدقاء خلونا اول شيء نضغط عليه ونشحنه يعني طبعا. المهم اوكي نضغط على الشحن، كما تلاحظون يا اصدقائي راح نقوم بشحن الجواهر. هيك اصدقائي كما تلاحظون حصلنا على النظارات. خلونا ندوس حسنا ونضغط على فتح عشان يطلع معانا الجواهر. اوكي اصدقاء هاب الجواهر. المهم يا شباب الان راح نروح وراح نشوف يعني كما تلاحظون لازم نشحن جواهر، لانه ما راح يعطونا هذا المخطط حتى ولو شحننا اكثر من 300 جوهرة، لانه الصندوق مو من الجواهر هون. اوكي لازم نشحن من هون. راح نشحن هذا العرض اللي تبع 520 جوهرة اصدقائي. اوكي وهيك حسنا كما تلاحظون اصدقاء حصلنا على المخطط. المهم يا شباب اول شيء خلونا نروح، كم جوهره معانا الان حاليا؟ 829 جوهره. راح نروح يا اصدقائي وراح نقوم اول شيء خلوني اوقف هذه الاشعارات عشان ما يجيني اشعارات. المهم خلونا نروح للسوبر ماركت يا اصدقائي ونجيب هذه الاشياء اللي قلت لكم قبل شوي. اوكي اول شيء كما قلنا هذا الديناصور، وايضا 15 بطاقه يا اصدقائي، وراح ناخذ ما راح اخذ بطاقه، ثواني راح ناخذ الصناديق كما قلت لكم يا اصدقاء، العشر صناديق. حاليا كما تلاحظون يعني بصراحه يعني سعرهم 3500 جوهره لو رحنا نشتريهم او نشحنهم، بس حاليا يا اصدقاء يمكن نحصل عليهم بس ب 719 جوهره. ذو الشراء وهيك نجاح. خلونا نقوم بالتحديث المجاني نشوف الاشياء اللي راح تطلع معانا. اوكي صناديق عين الموت، هذا كم راح يكون سعر هذه، وايضا هذول تبع البطاقات وتغيير الاسم 360، سعر رخيص بصراحه. اوكي المهم يا شباب عين الصناديق، اوكي لازم صناديق عين الموت، وهذا وهذا 427. يمكن الشباب راح نشحن ونرجع لهم. اول شيء خلونا نروح ونجيب يعني سكنات الحاضنه، لان حصلنا على 15 بطاقه. اوكي راح نروح، مو روبو عندي، راح نروح لهذول. اوكي يا اصدقاء كما تلاحظون حاليا انا معي 6 جوهرة ذهبية ومعي بطاقة واحدة تبع المخطط، راح نلف 5 لفات. اوكي الحظ خرافي ان شاء الله. لا 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 والله لا والله او ماي جاد يا شباب، شوف يا اصدقاء ولا شيء، كل شيء خايس. اوكي بس البطاقة راح نستفيد منها. اوكي خلونا نلوف مرة أخرى 5 لفات ويا رب تطلع معانا هذا المرة يا أصدقاء. اوكي لا بطاقة مرة أخرى. اوكي لا والله جات يا أصدقاء آخر واحدة. أو ماي جود تهانينا يا شباب والله حصلنا عليها. ندوس حسنا وخلونا يعني ما راح أتأخر، لازم نحصل عليك، يلا تعال. اوكي هذا هو يا أصدقائي، اسطوره والله اسطوره استبدال. وهيك يا شباب تهانينا حصلنا على السكين الاسطوري يا اصدقاء، وكما قلت لكم بدايه المقطع لازم نحصل عليه، يعني قلت لكم راح نجيب السكين الاغلى، لازم السكين الاغلى لانه يعني بصراحه سكين اسطوري. اوكي نحط صوره للشاشه بهذه الطريقه يا شباب، والله اسطوري. شوف 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 خليني احط له السكرين في هذا المكان. اوكي هذه الطريقه. اوكي يا اصدقاء والله سكين اسطوري. الآن يا أصدقاء خلونا راح ندوس أول شيء حسنا ونروح يا شباب ندوس تزويد، خلونا نشوفه يعني وإحنا لابسينه.
اوكي اصدقاء، اول شيء خلونا نطلع ونشوف شو اللي جبنا. جبنا الصناديق تبع السكار، راح نروح يا شباب وراح نفتح هذول الصناديق، وايضا نشوف سكين دينو اللي حصلنا عليه اعماق البحار، او هذا الثلجي مو دينو يعني مختلف عنه شويه اصدقاء، بس الكل يقول عنه دينو حصلت على دينو، مو دينو هذه يا اصدقاء. اول شيء خلونا نفتح هذه الصناديق الخايسه. اوكي 10 حصلنا على كل شيء جول. اوكي اصدقاء ندوس فتح. الخمسة الآخرين 3 جول. أوكي يا شباب حاليا راح نفتح واحد واحد، 3 أيام يعني متوسط، بدي 7 أيام أو دائم 3 أيام نفتح. أوكي شوف لما أفتح الكل كل شيء 24 ساعة، تفتح واحد 3 أيام، والله قارينا نصابة يا شباب، يعني راح تدفع 100 جوهرة تقريبا، 90 جوهرة اليوم لكل صندوق 24 ساعة، والله حرام يا أصدقاء. اوكي يا شباب خلونا نشوف المده كم جاء. 15 يوم يعني قول 16 يوما، 15 قرصان ماتوا من اجل صندوق، وهذا الصندوق والله هذه الاغنيه تحققت. اوكي يا شباب خلونا راح نروح حاليا ونشوف يعني سكين دينو، مو دينو يا شباب هو هذا، بس الكل يقول عنه دينو، هذا يا شباب اسمه تبع الشتاء او ديناصور فصل الشتاء، ديناصور الشتاء. المهم خلونا يا اصدقاء حاليا بصراحه يعني سكين اسطوري، شوف يا شباب بس الحداء والله اكبر من ما اقول شيء فاحش. اوكي يا اصدقاء خلونا نروح نجيب السكين تبعنا، هذا هو. اوكي يا اصدقاء ندوس تزويد. اوكي خلونا الان يا اصدقاء، بس ليش ثواني اغير هذا البندا، شوف اغيرها بهذا شو اسمه الكلب ولا شو ما اعرف شو اسمه هذا يا شباب. المهم خلونا ندوس عليه تزويد، كما تلاحظون لقد لا مو اسطوري معاه بس تقريبا نفس لونه، اظن الكيتي راح تكون افضل. ثواني اوكي راح اجيب القطه هذه وراح نغير لها الملابس لهذا السكين، ندوس تزويد يا اصدقاء. وكما تلاحظون والله اسطوره، شوف يعني شكل القطة مع السكين والله جات يعني أسطورة. المهم يا أصدقاء خلونا الآن راح نروح يا أصدقائي نشحن جواهر عشان نحصل على صناديق عين الموت الموجودة في التخفيضات يا أصدقاء. كما تلاحظون أول شيء راح نشحن يعني 200 جوهرة 100 و100. أوكي يا شباب خلونا ندوس على الشحن. أوكي وهيك يا اصدقاء قمنا بشحن ال 200 جوهره، راح نروح يعني للحدث تبع السوبر ماركت يا اصدقاء وراح نشوف ناخذ هذا صناديق عين الموت. اوكي اول شيء هذه وهذه كما قلنا وهذه، ليش اوه يعني لازم 400 جوهره مو 300. اوكي يا اصدقاء راح نروح وراح نشحن جواهر اخرى. اوكي يا شباب اوه تبقى لي بس 50 جوهره واحصل على 300 جوهره اضافيه، بس انا يا شباب بصراحه يعني بدي اشحن العرض تبع الشهر وراح يعطوني 100 جوهره يعني عشان اخلي جواهر للفاير باس القادم ان شاء الله يا شباب. المهم هذه يعني ثواني وين، اوكي العضويه يا اصدقاء خلونا نروح للعضويه، هذه يا شباب بدي اشتري هذا عشان احصل على 1900 جوهره تقريبا. المهم خلونا نشتري هذا يعني العرض يا شباب، والله يا شباب ما انقبل يشحن بس يعني شحننا 100 جوهرة، لأنه أنا حاليا أشحن باتصالات المغرب مو بحسابي البنكي، لأني غيرت يعني شركة الحساب البنكي وإن شاء الله بعد أيام راح تجهز. أوكي خلونا يا أصدقاء حاليا راح نروح وراح يعني أودع هذا البطاقات، أعرف أنا حظي يعني خايس كثير يا أصدقائي، وبعدين نروح ونشتري من يعني نحصل على الصناديق تبع عين الموت. أوكي أصدقاء المهم خلونا نكمل هذه البطاقات، كما قلت لكم يعني حتى لو معي فلوس باتصالات المغرب ما اقدر اشحن، لان اتصالات المغرب يعني عندها قانون انك لازم ما تتجاوز حد من يعني الاموال حتى يجوز يعني يمر شهر. اوكي لازم مثلا عندهم 300 درهم ما راح تقدر تشحن اكثر من هذا 30 دولار حتى يمر شهر بعدين راح تقدر تشحن جواهر. اوكي اصدقاء ما طلع معانا ولا شيء كويس، كل شيء يعني بس هيك خايس. المهم بتبقت بطاقة واحدة يا اصدقائي خلونا نلفها ايضا وما طلع ولا شيء. اوكي خلونا يا اصدقاء حاليا راح نروح للسوبر ماركت. اوكي يا شباب خلونا نغير هذول، هذا هو السوبر ماركت، ندوس هون وندوس انتقل الى. اوكي اصدقائي خلونا نحصل عليهم، معي حاليا اظن 700 ايوه 700 جوهره و10، خلونا ناخذ هذول وهذول يا اصدقاء، وايضا بطاقه تبديل الاسم ما اعرف. اوكي خليها هيك
بطاقة تبديل الاسم يعني اصلا انا احتاجها لاني يمكن راح اغير الكلان، راح ادخل الكلان اسطوري، خلي لكم اياها مفاجاه اصدقاء. خلونا ندوس الشراء. اوكي تاكيد يا شباب، وهيك بالنجاح يعني تمت العمليه بنجاح. اوكي اصدقاء خلونا نروح ونفتح البطاقات. الصناديق، والله صرت اخربط في كلامي عفوا. اوكي خلونا يا شباب نروح، كم مره قلت خلونا؟ اوكي يا شباب يلا نروح ونفتح الصناديق، ما راح اقول هذا خلونا. المهم هيك فتحنا صناديق. اوكي وهذا ايضا، والان راح نفتح ثواني يمكن نجرب الجليتش. خلونا راح اوكي خلونا مره اخرى راح نروح وراح نجيب السكين تبع او شخصيه ادم عشان يكون معانا حظ اوفر هيك كما يقولون. المهم يعني بصراحه هذا السكين يعني هذا الجليتش نجح معي ونجح، واللي شاهدوني من قبل نجح ونجح، ان شاء الله ينجح هذا المره ايضا. خلونا يا شباب نروح الان ونقوم بفتح صناديق العين الموت. اوكي انا كما تلاحظون يا شباب ثواني، اوكي عندي الاي كي، هذا الاي كي عندي يا اصدقاء، وايضا عندي هذا الام بي 5. بدي الان احصل على الشوتجن دائم، يعني تبقى يعني بس الفي اس اس والشوتجن. الفي اس اس عندي سلاح افضل منه وبدي الشوتجن، شوف لانه ما بدي في اس اس 7 ايام والشوتجن 24 ساعه، لانه الشديد الجيمر بده هذا الشوتجن. نفتح 3 ايام كويس اصدقاء، خلونا نفتحهم مع بعض ثواني. نفتح هذا، كم تبقى من صندوق؟ خلينا نخليهم 10 بعدين نفتح العشرة مع بعض. اوكي دوس فتح وندوس فتح العشر صناديق. يا رب لا والله ما طلع دائم، بس 7 ايام وثلاث ايام وسبعة ايام. حلو والله حلو يا اصدقاء، المهم افضل من الحظ اللي طلع معانا في السكار. اوكي اصدقاء والله افضل بكثير. المهم يا شباب خلونا الان راح نروح ونجيب السكين تبعنا اول شيء، او نغير الشخصية. وايضا قبل ما نغير الشخصية ثواني، كم المدة اللي طلعت معانا؟ اوكي عندنا البطاقات، خلونا يا شباب نقوم بال اوكي 10 مع بعض. والله تخيل لا والله تحمست كثير. او ماي جاد والله يعني ليش تحطوا لي تهانينا وانا حصلت عليها اكثر من 400 مرة؟ حرام والله، واحد يكون لف وما حصل على الام 60. المهم انا عندي الام 60 الافضل من هذه اللي هي تبع السرعة يا اصدقاء، يلعب بها مستقعدين هذه البنفسجية. خلونا حاليا ما اعرف صراحة شو اسوي، بس تبقى لي هذه البطاقة نلفها مرة اخرى. اوكي ولا شيء حسنا. يلا اصدقاء اول شيء خلوني اروح، لسات يقول هذا خلوني اروح اغير الشخصية يا شباب. اوكي راح نروح للشخصية وراح ندوس تغيير يا شباب. المهم وراح نجيب شخصية الوك، هذه هي اصدقاء. راح نطلع، والله بصراحة يعني شكلها مع القطة اسطوري. المهم خلوني يا شباب نروح ونشوف مدة السكار ومدة ايضا الشوتجن وهذا الفي اس اس. اوكي يلا انزل، حصلنا على هذا البويا. اوكي هذا السكار شفناه قبل شوي 16 يوم. الفي اس اس اوكي، وين الشوتجن؟ لازم اكثر من 20 يوم اصدقائي. وين الشوتجن؟ هاي الام 60 اللي قلت لكم. اوكي لو وين راحت الشوتجن؟ اوكي نروح من هون ونشوف الشوتجن. والله اسطوره 28 يوم، يعني تقريبا شهر يا اصدقاء. المهم افضل من لا شيء، يعني شفتوا السعر اللي اشتريته به من الموقع كان رخيص كثير وحصلنا على 27 يوم يا اصدقاء، والله شيء اسطوره. المهم يا شباب حاليا ما ابغى اطول الفيديو اكثر، بس اتمنى الكل يروح للقناه ويشترك في القناه. خلونا يا شباب نروح ونشوف يعني سكين اللي يقولوا له اليوتيوبرز دينه، بس هو مو دينه يا اصدقاء. ثواني اوكي هذا هو ديناصور الشتاء او فصل الشتاء يا اصدقاء، بصراحة يعني سكين اسطوري. المهم اصدقاء نشوف نخلي له هذا مثله. اوكي تقريبا نفس اللون. اوكي المهم اصدقاء هون وصلنا لنهاية المقطع، لا تنسى تشترك بالقناة لو اول مرة تسمع هذا الصوت يا صديقي، وفعل زر الجرس يا اسطورة عشان توصل لجميع المقاطع القادمة. المهم اصدقاء قريبا راح ينزل فيديو اسطوري او فيديو كليب فري فاير اسطوري يا اصدقاء، اتمنى الكل يتفاعل معاه. راح يكون شو اليوم؟ اليوم الاربعاء، يوم السبت ان شاء الله.